تعد صناعة التحف والتماثيل الخشبية بأشكالها المختلفة من الصناعات التراثية والشعبية الرائجة في الأراضي المقدسة، وهي حرفة يرتبط تاريخها في أرض الميلاد بعمر شجرة الزيتون المباركة التي تعود زراعتها لآلاف السنين. مندوبتنا مارلين الحدوي زارت السوق القريبة من كنيسة المهد ببيت لحم وأعدت التقرير التالي. من هنا تبدأ الحكاية، ومن هنا تبدأ قصة يرويها التاريخ، ومن هنا ترسم صورة للعائلة المقدسة. ومنذ اللحظة الأولى التي تخطو فيها قدماك للأراضي المقدسة، حيث رائحة الزيتون تعبق في ذاكرتك ولا تفارقها، بل تزداد إصراراً لمشاهدة أجمل وأروع ما صنع الإنسان من تحف خشبية نحتت بدقة وإبداع. أنا ورثته عن رحمة أبوي الخشب هذا، الزيتون يعني اشتغلوا فيه أهل بيت جالة من 80 سنة، والصنعة هذه أخذوها من ناس كانوا يشتغلوها في عين كارم. الشجرة هذه أتوقع أن عمرها من قبل الميلاد أكثر من 3000 سنة. حابب أني أنحتها وأعمل فيها قصة الميلاد كلها. والزيتون له ميزات كثيرة وكل شيء فيه حلو. الزيتون حتى الزيت تبعه كويس للإنسان، حتى الشجر كل شيء فيه حلو. سبحان الله، الزيتون هي شجرة بالفعل مقدسة وحلوة. بشتغل في هالشغلة تقريبا صار 6 سنين مع سمير لولاس، وتقريبا علمني على الصنعة وصنعة هواية أخذتها، وهينا بنشتغل والله موفقنا في هالشغلة. ومن هذه الشجرة القديمة التي تزيد عمرها عن 3000 عام، سوف تروي حكاية الميلاد في أرض الميلاد، وتتجسد قصص الإنجيل بالحفر على خشب الزيتون في مدينة السلام التي تشتهر بصناعة القطع الخشبية. وتعد هذه الحرفة عمرها بعمر شجرة الزيتون المباركة، ولشجرة الزيتون مواسم وأوقات معينة يقطع فيها ليحضر لعملية النحت. فالخشب الذي يقطع هذا العام يخصص لمنحوتات العام المقبل. ويعد خشب الزيتون هو الأفضل لصناعة التماثيل، تأتي إضافة إلى كون الخشب من شجرة مباركة وكذلك من التعريقات المتشابكة، وبنيت اللون بدرجات متفاوتة التي يجملها. بشتغل خشب زيتون إجمال أنا، وهذا كله من خشب الزيتون، من شجرة الزيتون المباركة الخشب، ومنشتغله ومنبيعه للسواح وللصنطورية وهيك. والشغل يعني صار صعب كثير في الخشب، وهذه الصنعة يعني المزبوط بلشت تنكرز، وفيش حدا بطل حدا يتعلمها وما حداش راضي يتعلمها. يعني ما ظلش عندنا مشغلين ثلاثة اللي بيشتغلوا خشب الزيتون الإجمال بالذات، لأنه كثير صعبة وما حداش راضي يتعلمها وخطرة كثير. تعلمت من عمامي وولاد عمي بقوا يشتغلوا، عمامي الكبار، وتعلمت عندهم وصرت أشتغل. بختص في التحف الشرقية المكونة أكثرها من خشب الزيتون. معظم الموجود عندي في الدكان يمثل الديانة المسيحية ومراحل المسيح، مراحل صلبه، مراحل عذابه، وبالإضافة إلى قيامته. وهذه كلها صناعة، أكثرها صناعة من أهل بيت لحم وأهل بيت صحور وأهل بيت جالة. أنا بشكر تلفزيون نور لأنه فعلا بمتعنا دائما في برامجه وصلواته ومقابلاته، وهذا يعني القناة هذه بتشجع كل المسيحيين الموجودين في منطقة بيت لحم في متابعتها. مرحبا، أنا عجبتني هذه المغارة الحلوة وحاب أشتريها، وديها عندي على هيوستن. وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم في نور سات، برنامجكم حلوة وشكرا لحضوركم. مغارة الميلاد تذكرنا ببداية المسيحية في وطننا العزيز، حيث في بيت لحم ولد المسيح، والأشغال الأشغال بيشغلوها بشكل محلي صنعوا هذه المغارة المسيح التي تشكل المسيح والرعيان ويوسف ومريم.
مرحلة حلوة من حياتنا المسيحية. والتماثيل تمر بمراحل مختلفة، تبدأ من قطع الأشجار، تجفيف الخشب، فرز الأخشاب بحسب الحجم الملائم لكل قطعة فنية يراد تصميمها، ثم تصميم التحفة الفنية ووضعها في آلة مهمتها الحفر الأولي للحصول على شكل عام للتحفة، وبعدها تأتي مهمة العمال لإكساب التحفة شكلها النهائي قبل حفها وتنعيمها ثم طلاءها بمادة اللكر أو تركها على طبيعتها. بشتغل تخريم الكريسماس وصنعة حلوة فيها مجال كثير، يعني فيها تخريم كريسماس، مغاير، في تماثيل، شغلات من هالنوع. صار لي 50 سنة بشتغل في المهنة هذه. احنا نشتغل خشب الزيتون لشانه مبارك من أرض مقدسة، وأنا بيجوا بشتروا السواح برضو بأخذوا بباركوا فيهم دورهم وكنيسهم، وبشتغل شغلة عن احتراف، كل شغلي يدوي أنا بسويه على الإيد، مش شغل مكنات كوبي وهيك إشي، كله التماثيل والمغر بحفرهم حفر على الإيد وكل شغلي يدوي. وأنا صار لي فوق أكثر من 50-60 سنة بشتغل خشب الزيتون، وأنا عمري في الأيام هذه 73 سنة، وأنا عمري 18 سنة وأنا بشتغل خشب الزيتون. خشبة الزيتون هي مباركة. أنا بقلي 50 سنة بشتغل خشب الزيتون. هذا بنجيبه من شقة الشمال الخشب وبنسوي منه جمال ومغر وصحون، يعني وشوف بيجي لخشب الزيتون نعمل منه حيوانات وخيول، كل شيء يعني بنعمل منه. بيعملوا مغر مسد شقف، بيعملوا مغر حفر، وهذه يعني في ناس تعمل تماثيل منه مش وسط المسيح وهيك شيء، لأن هذه شجرة مباركة من المسيح. وهذا خشب الزيتون رمز جبل الزيتون في القدس وجبل مبارك، والزيتون في العهد القديم له معاني كبيرة في صموده في جذوره الثابتة. وشكرا لكم. هذا المحل من جدودنا من سنة 1818، موجودين في ساحة المهد لبيع التحف الشرقية والهدايا للأجانب اللي بيجوا بزوروا كنيسة المهد. إذا أنت شايف الجانب هذا كله عندنا خشب زيتون. وفي شارع المهد القريب من كنيسة المهد تنتشر عشرات المشاغل المختصة في صناعة التحف، حيث يحرص الحجاج على اقتناء قطع خشبية مصنوعة في الأراضي المقدسة والتي تحتوي على مميزات تجعل التحف المصنوعة من هذا الخشب في منتهى الجمال. احنا عائلة صخبية، احنا حاليا الجيل الرابع في خشب الزيتون، ورثناها ابا عن جد. نشتغل في صناعة خشب الزيتون وعلمنا اجيال واجيال، وصناعة يدوية قديمة كلها بنشتغلها من خشب الزيتون الاصلي تاع البلاد، لان هاي صنعة يعني احنا مش هدفها مادي بس، هي في الروح موجودة معانا في الدم، احنا يعني بنتورثها ابا عن جد دائما وبنعلمها للاجيال اللي بعدنا. لنورسات مارلين الحدوة من مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح.